وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. إن شاء الله تعالى أفتح الله لسانه وكثر الله لنا أمثاله وحفظ لنا عفظ والديه وأساتذه. إن شاء الله تعالى سنتمشى في حفلنا إن شاء الله تعالى. سأدعو الآن المدير المؤسس للمركز هو والد هذا المكان. إذن لكل شيء أصل وأساس، وأساس هذا المركز وهو بل والده. إن شاء الله تعالى سنستمع منه مقالة تخص في الحفلة والمراحل التي مركز سابقا، ولكن أظلم الأستاذ، أظلم من الأستاذ. أنا إن شاء الله تعالى أحاول أن أستخدم اللغة العربية. إن شاء الله تعالى نرحبك وأن تستفيد منك باللغة الصومالية بإضاحة الحفلة وكل ما يخص بهذا المكان باللغة الصومالية. فليتفضل الشكر يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أولا أقدم إليكم أجمل تحية وأغلى تحية، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان مانتو إتاي بشمي تاريخ لبي تبان كنا بيغان ميلاد ديغا لبادو كن لباتني أفركا بش الإرادة ذو العقدنا إتاي أفر. وحان هل كان كسو لوينينا دمان والدين تشرفت له إيا علمادا meelaha kala duwan ee naga timid maamulayaasha maraakiista waxbarasho iyo culimada kale barakeysanba ee anila joogto. waxaan inan leenahay walaalayaal soo dhawaada, qalbi furan kusoo dhawaada markaas Nuurul Yaqiin. aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa musharakada nala samayseen oo xafladan nala soo wadaagteen. macadkeenna ama markaskeenna waxaa la og yahay oo qof kastuu og yahay inuu ka kooban yahay qaybo kala duwan, oo ay ugu horeyso qaybta qur-aanka oo marayso ardayga uu marahayo heerar iyo maraaxil kala duwan, ay ugu horeyso farbarka itmaamka qur-aanka, yacnihii xifdinta qur-aanka iyo tasxiixa qur-aanka. kadaalika ardayga marka intaa u dhamaysa wuxuu u gudbahayaa qisma daraasa alislaamiya ee halkan ka socoto culuumta sharciga aheed ayuu u gudbahayaa. taasiiskiisa maadaama uu dhawaa, aad iyo aad uu dhawaa intaa uu qaatay nidaamkan, waxa weeye wuxuu xaafadda usoo kordhiyey anshida tacliimiya oo kala duwan, firfircooni fara badan oo waxbarashadii ku saabsan ayuu la yimid. haddana halkaas markuu ardayga ka bilaabo daraasaadkaas halkaa ka socdo,
ومرة هي سدح مرحلة مرحلة تأسيسية وابتدائية هي مرحلة الإعدادية هي مرحلة الثانوية هذا ما أنت وحي مفر لنا إنا سهوت إنه أردي كتخرجها هي مرحلة ثانوية هاد اللو ترق علي إني قاران أردي دا صوت أميستي كتب تشرع عادة هذي تهي أصول يا هذي تهي فروع با قيبا كميدا رجعنا وياه ينتقدم إن الله تامي يلا هدو إله إلى هذا وقت بلن أيام سوق هذا ني جود بلن بالوسو بحيي وح بلن بينه وفائدين أرضي داس وحا دبل سعداء مسؤولين هنا ومعك أن كسر دوين غيبت سن دراساتك أرضي قرآن كريم كحفظ داي أو ككوبان سيدير أرضي ككوبان أرضي داس أرضي داس سيغا أو حد المعك كبير أي قرآن كسر قروف بلن يوحفزين ما شاء الله الله بركيه ما دام قرآن كحفظين وحي باللابين علوم تقيبه هذا كلا دوان أرضي دا سيغا رمضان كي هده ينودن بي وحال وغيدين قيب ايغا كميدين اي كقيب غلين ترتن كدعا هيو مغالا دا نيروبي مسجد كا لراهدو الهدى او سود بي كوية لحفظ سود بي حالكاس وحان كسو قولي سنة هدان اي رين ورو يقين انا ان كاليب تكوبات كقلنو يعني دفعة ديه ترتمى هي دفعة كميدة او دفعة كتر تميسي شن تجس أنا أقول هل كان كم مثلا هينو داريسا كاونتي أنا أقول كم مثلا هينو هل كان سو هينو أرضي مدرسة دينا كميدة أيا كسو قلي كالين تكوبات لغي يا والدين توني سنة سعولين حفلة دهرونا وينو شاقني أرضي دي إيغاها امتحان كو أصول ماضي حد شهادة قادن هيان وحاكلو هلكن وشيخين وشيخين لغة العربية إنه جلتو مرحلة كله هو ابتدائية وارضي كنقود بهايو هو سقال منوغا يغن إجران هو مستويه إعدادك ها وقود بهايو بندق كان بندق باكوري وإن شاء الله تعالى هذا الأسامين دون رنتي دادال ليريا كدب وحي أرضي دا ما أنت فرصوها هستان إنه كتخرجان هيرالكا كالدوان لماذا وحن أرجينا نقول يا خير بين أرجينا إن شاء الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أحسن الله إليك وضول الله لنا عمرك إذن الآن فهمنا المقالة بلغة الصومالية إن شاء الله تعالى أي حفلة أحسن هذه الحفلة إذن الآن ليس بممكن أن يحصى أي مكان واصل أي المكان تواصلت فرحتنا أو وصلت فرحتنا إذن الآن إن شاء الله تعالى نتمشى في حفلنا إذن بعد ذا المدير سأدعو إن شاء الله تعالى الضالبة الخريجة من دفعتي بمرحلة ثانوية فرحية عبد الله بن محمد فليتفضلي مشكورة هي ستعرض علينا إن شاء الله تعالى الكتاب ألفية ابن مالك أو أبيات من كتاب ألفية ابن مالك. الآباء والأمهات والأساتذة استلموا مني تحية لا مثيل لها، تحية أحلى من العسل، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه التحية يسرني ويسعدني أن نقف أمامكم كي أقرأ أبياتا من منظومة ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن كونوا معي مع الاستماع، وأبدأ من باب المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مذني، كشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا عريا من نون التوكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفوت،
وكل حرف مستحق للبناء والأسلف المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وذم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد قسيس بالجر كما قد قسيس الفعل بأن ينجزما فارفع بذم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوبا نمر وارفع بواب وانسبن بالأليف واجرر بيا إمام من الأسماء أسف من ذاك ذو إن سحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أق حم كذا كوان والنقص في هذا الأخير أحسن. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. إن شاء الله تعالى كنت مفضلا على استخدام باللغة العربية من بداية إلى الانتهاء، لكن قال المدير ابدأ اللغة باللغة الصومال لاحترام الأباء والأمهات. إن شاء الله تعالى سأستخدم باللغة الصومال. خير الله سيو إن شاء الله تعالى أرضي هذا عدك وروح البدن وقرع هيسي كتابك ألفية ابن مالك وكم إذا دفعالي مرحلة دي قدم بيسيكا قال نجيبين هيسي إن شاء الله تعالى حفلة دينا هدي آن وغر أي نقصي سعنا عدنا وحنوية لها إن شاء الله تعالى الضالب الخريج أرضي بنوية رأي كقال نجيبين هيا سيانا مرحلة ابتدائيه الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبهبه العقل وسائر النعم والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السادة العلماء الطلبة الكرام استلموا مني أجمل تحية وأغلى تحية تحية تفوق جميع التحيات ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني سكنتم في فناء وجداني هذا القوافي أتتني فرحا وحدثني حديثا دون عنواني نحتفل اليوم بتخرج دفعة جديدة من المتفوقين والمتفوقات بعد جهد وتعب وسعي وراء أحلامي فهنيئا لهم ولمن وقف وراءهم فأنتم زهور حفلنا ونجوم سمائنا مركزنا زهور وزهرات معكم تشرق الشمس التفوق والنجاح وبهم يحلو السباق فنسعد ونفرح بوجودهم بيننا طلابنا نجوم في سماء العلم والتفوق تهانينا تهانينا وهذا الفوز يكفينا وبعد الصبر بعد الجهد حققنا أمانينا فكم عين لنا سهرت وجفنوا في دياجنا ونام الناس لكننا سبحنا النجم راعينا فقرطاس ساهرة وقرطاس يسلينا وأخرى قد تبكينا ودرس من طائبه قسمنا حله فينا بأن نسعى إلى أمل تسامى من تسامينا وترقى بالنجاح إلى مقامات تعلينا وأختتم كلامي ترتيب الفنون والتقديم بعضها على بعض وتقديم فن الفقه فرض فإنما يصح به كل الفوض وسنتي كصوم صلاة والزكاة وحجة به علم أركان شروطي وهيئتي
وعلم أصول الدين يتلوه فالتمس بجد صحيح الاعتقاد بسرعة. خير الله سيار ديغا كلمات كامعان كبدن نقول راحيي أدبكي وسكوجيرو المضالب كأرضيغا إلميغا برانا يوحي لغا ربك أردنبا إن شاء الله تعالى تايم كآدو ير حفلة دينا هورو قوسي سعونينا قفل با وحسو جوذي وقفل با وحدة غيسينا يا إيا قفل با وماشا كسو قيم غلي آدو أمهات سيهي إن شاء الله تعالى هدانا وحان كل حكسين دونا ونجيرينا أرضي الخريج بنجير الخريج الضالب الخريج من قسمة تحفيظ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله خير الله سيئو حفظي سن الله سياديو أمري سن الله بديريو أمساشي سن الله نوبديو والدين تيسا يا معلمين تي جهدي وكو بحيي لمانتو أمري ورد الله يوسياديو إن شاء الله تعالى هربا نقصي سعونينا حفلة دينا إنكو آدو مهاتسان وحان مركن كسو لوينا يا حفلة دا الضالب الخريج من دفعتي من مرحلة ثانوية أرضي كغل جبينا يوم مرحلة أخرى عبد الله قاسم فليتفضل مشكورا إن شاء الله تعالى صون بندق دونه أصول فقه فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ووهبه العقل وسائر النعم، والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الجمع الغفير ضيوفنا الشرفاء أولياء أمور الطلبة إلى كل القائمين بأمر المركز، السادة العلماء الطلبة الكرام، استلموا مني أجمل تحية وأغلى تحية، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أقدم إليكم ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقة الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم،
ونحو ذلك من مسائل القطعية فلا يسمى فقها. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. وأختتم كلامي ما قاله العلامة القاسم بن علي الحريري البصري: وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا فيه عيب وعلا. هذا وبالله توفيق. حكمة نسو جودية علمك الله ينقوان فهو سقنا الله بركيه. إن شاء الله تعالى عبلدينا هورو موسي صانينا لما نحن قول سنة يا والدي أرضي يا مرتدي ودجوكتو. إن شاء الله تعالى فرحات موجية صبر موجية وقتي حفلته أو ترى قرني وقلني ويرياي وقت دار مقاعدن دونته، لكن وجودي نحوا فرح كم مقدار الرواي حوا فرددية دفك يار للمونا يسكير الداية أنا وما أنتوا حلاقي يا بعين أسكوا النعبات محاية لي مركو استاذ كهذا داية وقد الصومالية وحوش لي ما أنتوا دفعوين كقالين جيون أيان اسوافقية ماشي ماضي إليهن دفعوين أد قال أولاء وحييهن وحي أي حمبارين هرتي نكين هيان سيدا أوجد والد أرضي معلم مرتدى لرجو اكتوه علماء رمان حوغا صورنا الموجنو أنا غانا وقتي قاد بنو إلى علينا إن شاء الله تعالى حدا نوحن قوير مسارنا إن شاء الله تعالى أرضي نسو جودي دوران نشيدوين أولا نوحن قوير أيا زينب يو فيسا إن أي مادا منو إلى إن شاء الله تعالى لولا أرضي تخرجنا بحمد الله أتممنا نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا يزكينا ويلهمنا ويفتح مطالبنا فإن سألوك مركزي فإسلامية علم تزامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيم فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وقفة بها جرى الرفاق النوم في ليل وفي هزبة مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلها تخرجنا لنحصد ما زرعناه لكل نجاة فإن سألوك مركزي فإسلامية علم تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيم تخرجنا ففرحتنا مدغدغة ودي الأديار سائحة ففرحتنا مشغشغة ودي الأزهار فائحة وعاضرة ومنعشة وكل الكون أشرق فالسماء والأرض نيلة فلله الموفق من كياني حمد دي شكري ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر حللتم بيننا أهلا بكم من كل دي قدر بكم ضاب المكان وغنت الألحاق في ثغري فإن سألوك مركزي فإسلامية علم
تسامع قبرها الأمم ويمم شطرها النهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقدم إليكم تحية أحلى من العسل وأحلى وأرقى من الزلل، تحية أحلى التحيات، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه التحية نريد أن نقدم إليكم أناشيد. على منهاج مركزنا نسير، وفي ساحته فرحا نظير، لنا همم تحلق بالثريا كأن سناها قمرا منير. سما باسم المدينة يحتوي مقام كالمدينة مستنير، يقيم به أساتذة كرام على درب العموم لهم مصير. وفود الطالبين تهج فيه يجدد فكرهم عزم كبير. على 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 منهاج مركزنا نسير، وفي ساحاته فرحا نظير، لنا همم تحلق بالثريا كأن سناها قمر. قبلون نشيدادو waxa weeye wa qofka markuu uu af Soomaali ku gabyahay waxa laga yaabaa qofku inuu aad u fahmo، laakiin qofka laftiisa wax fahmaye asaga dhageysanaya waa qofku u dhugle، waa wax meel fog ka imaanaya shayga gabayga. Marka nashiidooyinkaas dhammaantood waxay ku saabsan yihiin ammaan goobaha waxbarasho ee maraakiista iyo dadka gacanta ku haya iyo dhammaan ku saabsan yihiin. Maxaa yeelay haddii la fiiriyo waxa ugu qiimo badan waa goobaha waxbarasho iyo ciddii ehel u ah haysada iyo ayaga. Marka inta baa lagu ammaanhayaa insha allahu tacaala. Haddana weli nashiidada oo noo socotay waxaan soo dhaweynayaa قمر شيخ أحمد بن سود ويني ونشيدك على نقاد دونتو. نحن اليوم في حفل عظيم تجمعنا به تجمعنا بخير فارحين أمام الضالبين وضالباتي لسعيهم ثمار الفائزين. نهنيكم على بذل الجهود وتحقيق المهارب سامدين، ونرجو أن تكونوا راسخين وأن تحظوا دعاة العالمين، ونرجو أن تكون ونرجو أن يكون لكم سمو ومجد في الدهور القادمين. أوصيكم بنشر العلم دوما وتقوى الله نهج الصالحين، ولا نبغي سوى الله الكريم ونثليه لوحدي حامدين. ونشكر والدينا المشفقين لقد تعبوا لأجل الناشئين، لقد وهبوا حياتهم إلينا هم حضن وحسن باسلين. ومعهدنا الهدى نهل رشيق تخرج من خير النافعين. لمعهدنا الهدى بلدينا وحيا بيك كوان تهايب عن حسوسين قيال أقول الله بان هيا وحيا البدع عزيز كبدل روا إن شاء الله تعالى. حفلة أولا تعريف كذا نقول بالله هنا إن إيتها حفلة قلي حفلة قلي جوين إن إيتها هاي سيد عبد الفعان إي قلي جوين هيان وحاشاكنا إن شاء الله تعالى إن حفلة إنه كفر فران دون قرآنك أولا المركة كولان إن شاء الله تعالى وحنا وحكتي أرضي عرض مدير كنو هالله هي أرضي عرض بندقي بالله هيان بندقي بان هجر لي كدن بقان علماء مرتبة سين دون كلمين إن شاء الله تعالى. شيخ مشايخ ده كم ده يا إن شاء الله تعالى شيخ عبد الرحيم أيام الله يربحها يا وحربنا كلمة الآن سينه كدم بنا إن شاء الله تعالى أي نسي ولنا أنا أبو بندق يعني وحير بكرم بنا أي نسي لما يسترنا كدم بنا علماء السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعذر دارنا يا رالي نقض إن شاء الله تعالى إن عذر دارتم بنا سويستاغي
حفلدا انت كذا ما نسينا نشوفان شغلة حفلة انتيكو ريسينا وان مشاركية وان فيلايا لكن حفلة يتيه رأي ويكل دوينهين حفلة دني وحفلة التخرج ويكس عامين بلان تهاي مدي هوري يدو وليبا انماط ايو نوعية كل دوانا يتخرج ايان قيب اعدادي ايو مقاران ساي هوس برمري يكسو بغايا قيب ثكن مقاران ساي يسو بغايا مرحلة التخرج ضمان او ثانوية قيب كلام كيلاهي لمي صدح ذا جانب ايكا كوبينيين سيدي واخرين ايي الشيخ منسخ آها ويكس عامين بضانتها مركا حفلة دينا حفلة ديهور وحنا دي هذا اتش على عين عن مساهمية ومشاركة حفلة إلى ختام كودن بيه لغا قارو هولو قصو يركو رضيب عن نص بحي رواية دي لا يرادو انتا وحضر دارنا ايا انتا كلا آد بو امهد سيهين علماء دي واساتيدة دي ومعلمين تدامان تود سورة قلية حفلة دان قيام كاي وناك سنين هير قليان وقتين عيكو بحيان إن يسوع سعران مرو مستقبل كان فعيا مجتمع يبرشدين سيدو كلا أرضا وقت جاس دلال كي يجود جاسو بحسي سيا أوجن نبكيانان أو أيوجو أنجاران هير كله كبار وحبر الشرعي أساسي سيا أوجاران مراحش كه الرئيسة أيجنا إلهي سبحانه وتعالى وحور جنينا إن هو رسول الله أنت عمرك لقته لا وقضى وير رابع كدر سنة يا قدب وعرضه وقلب من والدين ته عرضه وحن ليه لها المركي لو في اليوم مرحلة ده هذا كتخرجتين بالله في عمل هاي ستان مركي لو في رياي وحبر الشرة تعالن تيجي عقبلها إلى هاي مراحلها هني كهر ريانا صفر باتي المركي لو في رياي مرحلة ده هذا شوكتان مرحلة دي كوبادة وحبر الشرع ياد كسو كعدين قفك هدو مر رسات سمين كارو بحثي هدو سمين كارو مسعيش الشرعي عيدو باران كارو الفاد دي ماشي كو قرأينا معاني ودي وفهمي كارو تعبير كاللوغة عربية انا واسكسيحي كارو قفك هسو وددي ويو بحسنتا لكن قفك مر هدو سيد درجة سرق عارين او سا نسكوح القامين يا إينو يا قف مفتيع أو علماء أو تأسيس له ومراكز سمائية أو مجتمع سو سارع ولي مرحلة دي سو حبر الشعي ويكب ويشبان تا وحان كنت لين العرض وين السن نقولين هل كأقوى كقطع وحبر الشعي والدراسة إن هريوسي ولان قيبت ولا ندامية يا قيبت الحلقات كعو علم يقولنا أنت أمسكوسي ده جرتهم بجوزي هذا على علم يزيد بالإنفاق وينقص بالكتمان علم الأدلة الزيادة ولا آخرية ولا سي آخرية ولا سي برتنا وزيادة هدي على قرصنا أسي أسي يكوسي بابا ياوي أردنا إن هروس علام بان إن شاء الله تعالى ورجينا يا والدين تا أيها إلى هيدن كي وحقول دردار من لها شعور تقفك والد كأي علمي سمانت التخرج ياي وحندرينا يا أنا شعور تيجي بعد وسر يسعيون وسبنا نجسي سر ياي sababtuna waxa weeye ilmahaagi oo aad waqti soo gelisay oo aad lacagta ka bixinaysay oo akhlaaqdiisa isbeenkiisa aad aad uga dabahaysay oo aad 24 ga saacad waqti ku bixinaysay marxaladii yadaa ku dadaalaysay hadii loo yiraahdo maanta waa u bogay waxaad u tabaabushaysatay waa marxalada mid ka sareysay marka marxalada ayada ah sida salaamada iyo nabadgelyada ee khayrka ayay ni ku soo dhamaatay idinka iyo ilmihiini waxaad mudantiin ilmihiina doogaadisan macallimiintii wax soo barayna inaad ilaahay idinkii sidii wanaagsanaa ee sharci uu la soo shaqeynayseen si ka fiican inaad ula sii shaqeysaan macallimiinta inta faraha badan ilmuhu markuu takhrujay حلو قاعد توالد ودعاء كمان ما رمي. سير شيء الدعاء ومركز توالد يقولي بنا. أما كيد آخر يكون نقم. أما مركز إلهي كوسين ودد توالد يقولي سود دتشين. أما إلهي سبحانه وتعالى بلايون يقولي سعته وكارا صرفين وكايل لحين. مركز توالد دعاء وناجحة والد يقولي استاد دعاء. والد كوه حنقول تعين لها. واحد حلو بحيو.
وح لجرب استعجاي وح كون أكسر مشرو دين ربي سبحانه وتعالى أرضها وح برتاي أقيت ثانوي يا بوكتي أقيت مدرسة إعدادي يا صوب حد ثانوي يا ليس كوا حد إعدادي يا هذا القرآن الكريم قال سوده مي معلمين تي وقتي وكسر بحيي إن اللغتي هكا وحال كنو سمقونين نسيا منسيا هل كان على وجه المعامل المهاجة إنه هذا النقضاي ولد صالح أو كوسو دعية أو كم النقضاي عمل كي أنجوين من قريب كملة وهذه هذه متى عمل كي سونا كاجوين وح السبب سورة جلية بعد الله سبحانه وتعالى ومعلن كان معلن كنا ورثة الأنبياء عليه السلام دين إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد كسو دتي بي وكيل كيهين عروت على برايا هدي المهاج اخلاق دي سي لهاجاتي ديانه دي سي اقون دي سي دي مي لهاجاتي دخن كي سي لهاجاتي مستقبل كي سيرو كفايه غارو اسكو فيلانه و غاري ما وحال اودي ويدي معلمك اغا اديغنا المها معلمك وا اديغنا والد وايه ان كفرحساي ما ما لا اود وايه والدك waxaan kula talin lahaa macallimiintu si ay u sii dhiiradaan dadaalada si ay u sii laban laabaan ilmuhu si ay u barakoodaan in macallinka laga warhayo in macallinka laga hayo il raxmad in macallinka laga warhayo macallimiinta qaybtan heeraha la in gabdhaha loo guuriyo ilaahay duu ku soo magalay kuwa masaarifta haysan in masaarifta laga warhayo ilaahay duu ku soo magalay kuwa isku toosan tahay in loo sii duceeyo مركز كاني كل يوم بيروي علىي وح عن النجع هين أو بنك أنا ماله بنك الإسلامي هاي النجع ينوب ترسي هاي إن اللي سيد لله يا مركز كوجر بستعمل سلطة وحي عبد حسيد جليساي إلهي أكتي سي وكيد كون نقاني معلن كآخرة إلهي أظهر تكتنا دفاع وعذاب كي وكعام نقاني نبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق التمر والنار سكاي العالية تمر جي حب أسكاي العالسان معناه وها فهم يسا مفهوم حديثك واح كستا اوض بحين كرتاي اوض كغا الالين كرتاي جيركا اغا النار وانا اد بحيسا وحا كم نراهي انا المها اغانا اخلاق ديسا اغا جيسو قفكا والسبب ايدكو اغا منتين انا اد كغا ورهايسو سيا المعلم المها اغو البهار يسا معلم كان انا اد اغو البهار انا حاسان كسو كوي لها معلمين تخير الله سيو الهي اذنكي وحارجيني يعني دلالك وسيلة من الله بدونان مرحلة ده وحبرشي هاد عرضه وكسو بحالي ميت كفي عني سيقر سين دونان وحبرشي ده هذي عرضي نغطي هذي معال نغطي خبرات كمان معار ميسو قف مركز سوء كده حجيراي وحبه اوزي زيادية والاركي سانو عرضه لغي عبايني يمكي سنين ويهاديان بخلاصة ابن مالك انو اخريني بدل كجامعات كالوقاتا خلاصة ابن مالك انه مقرر وحاتو جامعات كالوغاتا إنه روح لغاية أعداد ديناً مراحشي كوه سيسي إلى أجروبكي كواكبكي عمريدكي يملحي قدركي سيدي مسلسل قايدة صنالي كتوب توسو آخرين جرد إنتي نوسو قادم إنا ماليقة الوغتين جرين طبا حدا نوحاد نودا أردان إنا مرحلة ابتدائية كاسو بحيان وحاسوران كدي ما كتوب تاكوه كسي سريا يوسي سعونا يا معلمين تخير الله سيو والد كان إلهي أبركيو وحان كولاون والد ذالي يا إن هوري لوسي سعلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد بنغم كالآلي إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال هو الحي المدبر كل أمر هو الحق المقدر ذو الجلال يريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال صفات الله ليست عين ذاتي ولا غيرا سواه ذا انفصال صفات الذات والأفعال الضرى قديمة مصونات الزوال
نسمي الله شيئا لا كالاشياء وذاتا عن جهات الست خالي وليس الاسم غيرا للمسمى لدى اهل البصيره خير الي وما ان جوهر ربي وجسم ولا كل وبعض ذو اشتمال وفي الاذهان حق كون جزء بلا وصف تجزي ابن خالي أرضي أدب ماتسي هاي إن شاء الله تعالى وحان وانجوجينينا بانريقا وقتي أدب ويرادي وانا نقعد لسمي وقتينا وانا قد نمادي ولماذا محضرات كودا نوب الله بانايا لكن وحان ويسينا يا أرضادا بانريقا كل من يهي كما أنا تقين أرضادا قيبت تحفيدك كقال انجبيي يا أرضي كقال الجبيه قيبت ثانوية لبلا أرض وحجر تلحيس وانبحينا قباءات وقروح سنبه لتجد دونا وحا قروح ببلان إن وجرنا القصو بردي دوتان إن شاء الله هالكا سان آدينا والله ديار قروبة هي وحي بندق ودنبال لقصة مينا إن شاء الله تعالى مركا وحاينو سينينا عودكا وان كلموين كودة ديسانينا علماتنا لجوغان مركو كوبان نحكو بالله إن شاء الله تعالى معمولها مركز كإمام الشافع شيخ محمد الجيرية إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكورا يا شيخ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهذه إلى يوم الدين إخواني وأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد السلام إلهي سبحانه وتعالى أي مهدوسو ناتي نقصو قيب قليي أمسكو كانو كاني حفلة دان قيمها بضن مركز كنور اليقين أرضي ذكر الدوان أي كنت خروجيان أصدح ذقي وضع إلهي سبحانه وتعالى وحان ويدي سنين أرضي ذا يضع كوي أفلحي أو دين تهري أسي وذي أو دين تطبقي ذا إسلام كتبقي ذي سكا غيب غاطي إلهي نوكاليه انت بعد جيت إخواني واحبتي في الله ما أنت وحان أسكون نماني ودين تي علمدينا قالغا شرفت بدن اي معد كان ما مشاء اي صوبرين دولابتا ويليش ايا قبضها دمان وحان نعواتان علمي اذي آت يو إلهي سبحانه وتعالى اكتي سعوغوين يهي وحيالها ابن آدم كلاسيو وحا أوقالسا أيو علمي أهرية علمي وحا ليرا هذا وحو كوين يهي إلا شهريو إيا إلا بومبونيو وكوين يهي علمي سيدا درتيت وحا ليرا هذا علمي وحا كتر تميجري ضدك فضلضا أها إيا فضلق بدنا يا كتر تميجري ذاتك أذكيادها عقل إلهي سبحانه وتعالى وكما نيستي وكتل مامي أولو الألباب إن بدا القرآن كد أحديسة أيا كتر تميجري تحصيل كيسة سدا درت إلهي سبحانه وتعالى علمي إهل كيسة كر أيو أقاضي وكر يالي وغير أيو ككر يالي إلهي سبحانه وتعالى وحو كأن في ذاتك أهل علمي ذاتك أهل علمي آن أهين إني سمين بو إلهي سبحانه وتعالى ديدي وأن في مرار بضن قرآن كدحديسة ربي سبحانه وتعالى وحو ليه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آيتك لربي سبحانه وتعالى وحو كليه يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات. إخواني وأحبتي في الله، علمدو مركي كهاليان علمغو يقيمه سي شرفت أولي هاي سيدي إمام كوينة إلديه جري فضيل بن عياض وحيري أحد لمصين أدويا شيء أدويا أحد شيء لمصيه كفضل بدن نبوة نبوة قلاشدنا أحد شيء لمصيه كفضل بدن من العلم والفقه وحاذا ذاني ساقلك علمه وحا أدون كان لسقصي بعد النبوة وحيالها أقال السنة أقيمة بدن إنو يهي. إخواني وأحبتي في الله، سوى كلا وحالي إلى هذا علمه أي علمه سوى نقلنا إيان علمه وحا أغفلا شرف يعز وحا أغفلا إني قفك علمي وحا علمي شرف يعز يواناك أغفلا قفك علمي آن قرنين إن مركا لي إلى هذا قفك وحبو قرنيا إنو آدي آدو فرحي علمي قفك آن قرنين مركا لي إلى هذا قفك وحبو قرنيا إنو آدي آد أغفر حهيو علمي قفك أصغى علمي كسفو بين درجة وين إيا مقام وين مروال بغو كسقنان أيو وحا لغير هذا جهل وحا أغفرا عي إيا اللي إدنان وحا أغفرا قفك الأمغ عاب جهل أما لغصف أيو إنو آدي آد أغحمان هيو أصغى جهلين وكسغن مع ذلك أوسن أقلين إن لغت المامو. إخواني وأحبتي في الله، علمي قالي أي شرفت بضان أي علمي أي كسو دذالين ضلابت أي ضالباتك إني بران با مانت الله صوبان لغي وح مانت الله صوبان لغي لها وأرنت أيضا كقالي سنة مجيرو دردارن كي وحاوي كلك آن لدردار ميو ulimada meeshaan markaskan jooga iyo kuwa kalaba oo codkayga u gaarahayo ulimadeenu wanaagsana dadka diintu waxay ku soo gaarsiiyeen si aad iyo aad u qiimo badan oo u dadaal badan ilmiga darajadkiisu markay ka hadlayaan ulimadu waxa la yiraahdaa waa afar qaybood marka koowaad qofka cilmiga waa inuu asaga barto markii bar uu bartana waa inuu itqaan ku sameeyo cilmiga uu sugo marka kadib waa inuu ku amal fala cilmigii marka u dambeysana cilmigii waa inuu sii gudbiyo oo ummada uu sii gudbiyo oo jahligii naftiisii uu ka saaray waa inuu gairkii ummada kalena uu ka saaro cilmigu kolka darajaadka iyo maraatibtaasuu leeyahay culimadeenni cilmigan laga soo bilaabo نبي عليه الصلاة والسلام وحاك صوقا ذي أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا دول بدول أي علمي كصوقا ذي علمي أصغى حلقان ماشان كصوق قاري جهدي يددال كدارات كها إخلاص كي أقونتي زائد كهيدي علم ذيني دينتو أي أرهايين ما دام حل أذك وآدو إنكارا أو دباطبا أين جوغنو وحان آدي آد أغدر أولادر دارما يا علماء براياشا اي دينة إسلام كددك باران إني كد إذان علماء دي كهر ريسي اي دذالك قالي داراتك صوب حسي اي دذالك داراتك ها ايو قيمه ايو وناك اي صوصة معيين هير كان نسوق رسي قيمها اي شرفت بادن wadoogtiin culimadu dadaalkoodii ikhlaaskoodii marka laga waramayo iyo meeshii ay ka gaareen qiimo iyo dadaal meeshii ugu dambeeyay imaamka la yiraahdo Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daawud oo kitaabkeena yar iska leh hadda muqaddimada la yiraahdo ajrumiga ee ku shuhroobay sheekha Ibn Ajrumi
شيخ أسقى وحالي يري كراسة يرتا وعلي مدن إمبدن أي أمانين مركي أو قري ورقادة يربا يهيد دوائل با تيميد مركاسي شيخ دبيش وكبو بسبع لير كراسة مركاسة وحو يريبا لير إلهي سبح إلهي يو هدي آدي درتا آن أو قري إخلاص إله إيسو علي أيوة ويسو نقطة لير ولوسو علي قعنتي سبي كسو نقطة وحاكم لها علم كرنا ولا شيء شيخ كراسدي إنه كردي بيو إنه كده حريدي أو يري هدي إلهي درتي أنا أقرن ويقيسة هدي إلهي سبحانه وتعالى درتي أنا أقرن قيم يسوع إخلاص كود مشو قاري يكرسوني ده علم هذه دين تكسر ده شيء هل كاسوها علم هذا أيضا قيمها يدلك صوب حصي مرهودي يدلك ووح ما أنت هذا أن كل يباني ما أنت أرضيدا طلابتو يطالباتك إذا صوب رجيان إخواني وأحبتي في الله وحال الدنيا كل ما دام حلي هذا أن كشرنو إن نلاجهرو إخلاص كاس هذه هرك أنا جارينا بل طلاب قادنا نسمينه سفو وح أن دوني إنه إن عندك كبرنو من هذا الله يؤيشان إخواني كتابك أسقى يكتب تلمتك وكتب تلولي يعني علماء ذن أي أمانين وأركتن علماء إن بدن أمانة يسوع أرضي وعجرنا يان صاحب العمريدي وكي كتابك أمرك كورة ما يوحيري وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها كتاب كاس أيو أماني أجرومي جاء إعاد كوير كل كواحة وحلو جار إخلاص يدلال يعلمي أقون تيسي إيو سيد الله غمر مرادل لها إني علمه ذو إجرنيين وخاري ورك يعني إذا كوب بدين مدة كلا وحان لها هاي أرضي إذا تخرج تي نوعي نقوم بها النقضاني علمي إنتم كما إركسيفة إذا يستأ oo diinta hore u sii wada oo culimadii ka sii akhrista oo haasidhiina darajada u dambeysay baad gaarteen waa inaad manhajka iyo irshaadka iyo meelo sii kala iyo bukhari iyo muslim iyo tafsiirka waa inaad hore u sii wadaan maadaama culimada ay taala wa barakaatu sheekh khayrullah siiye kelimadan allah nagu anfaci waanadaas waalid iyo arday iyo macallin ba ku saabsan dhamaantina allah nagu anfaco دردارن كرده دل سي وحاوي يعني لغول نفسته وهي مهمته يعني لغول نفسته أرضو يماشا تكتل انجبسين بري انبو مري حوغا مدرسي نقانين أرضي مريهي سالة عركو إناد نقطو يالغاد دون هيا إن شاء الله تعالى هذا كلمة حانسين هيا شاو محمود بانكسو دوين إن شاء الله تعالى فليتفضل متكورة يا شاخ الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وبعض أحبابي في الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية إلهي باب مهد سبحانه وتعالى أود سئ كرم كيس إسكو كان كان ماشم أود يا كرت أنا وأنت سوون ما مع الحفلة توقف سن كرائي مجلتو إلهي بعين مكاني أنت كم بعدي وحن ما هاد أدوى مسوي جدنا كنا دي رجالنا معلمين تماشم ضد كان صار ساري أوه ريا مدير كا شيخ الفاضل شيخ فرح إلهي ما هذا كجارسيو أنت أكب بعدي وحال كرام أم هذا علينا إن أولاد ضدك بلي والدين تلا شوي رجالا والنساء أولاد وعدنا دوت ساجنين معلك كلي ما وذكروا على إذا معلمكو قسم يا أما قيبته وكوري هاي مع أرضي ذا وأبقول كيبا لبعثنا عطاني يا شم
أنت كلي وارد على الغرباء أما يسكون للدراما قول ديني الأدر والدين تمركا وارد كان دبالي من الميسة قوب وحبرشو وانا اكسن يولي ووحو برطي انو كمل اللي يعني كنت بتاقنين إذا كان دبتاقن والد كيسو الميس المال في عقار دبتاقن اسمين معه إذن وما سنتي الموالدين تان انت اكب بعدي معلم انت إلهي بركيو وحرمان قوبتهم وحبرشو أيوه تحفيظ قرآن والدرساء كمور يكون السلطة هاي ما دكسي قرآن كبسة تيهين يعني أنا محاكو بها قرانا إياه ما أنتنا هير كأي قادي أو أركيسان إسكو بدشي ماشي وحي إلهي رأي لكي يهي الوولو ضد دلالة ينا إيقا عانتو كو هايان ويقود بيسا ويسعون إسا هما أنت مرقاتي كتين وأنا أخيراً أنا 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 أخيراً إلى غيب كاملة هالكا يتحاكوا قرين كل حلايا وهذا والدين تغيب كاملة ينسورك هاي نبه أرضي دعيك همانتا إني ماشا فديان تدكا شعبين كالسين ليكو جيران وهو إلهي اللوو ماضيو وهذا سونتي ما عدكن ابتدائي اعتادي يثروا كالكوبا ما يشكو صوب اللوو أساقنا حالوا هاتبن ولماذا ما بشا كيين وهو إلهي اللوو ماضيو سبحانه وتعالى waxaan ku soo gabagabeyn waxa la yiri waan ma aanan hadlin looma hadlay maxaa xarayda loo hadlaa culimada ay noo sheegtay ku cilcilisay tii cilmiga islaamka waliba maxaa ku dhaa sharciga qaynaa uu leeyahay iyo eelkiisa culimada ay badan ugu cilciliyeen waxa ku cilcilin kara hadda aan ku cilcilino waxba macna kuma sugno kulli ayayna ku maqlayne إلهي سبحانه وتعالى ضدك وحبرتين يا ضدك وحبرن وليد علم الشرع يا برتين وهكذا الشيخ واحد كل الشيخ يوري يا شيخ كل بدريين قف كابيلا يلا وحبو يقينا يلا وحلا يقرر يا ضدك من باصلها ومن العسنية نقول بروحه تمنية عساو كل هذا نقول هيدا أما وحبو برتين وصابر نقول أنت هسا أمر أوف علم الشرع يا أما قانت جود جايل كواحد جايل هو أفرن أو إن السفيه ما كفر يبل هو جايل نكر وشري قف كلا إنه تمني يستدعى قف كل وشري وحرقة يا إنه كرد على مهاري سوا أنت هسا كوفلن إلهي سبحانه وتعالى وكم هذا لنا ترجعنا أما مرتبة ما تقصو جاري معك نور اليقين يا مركز كيسي أو كأساس ما هو مركز كتعبيت القرآن كأو كأساس ما وعلى وقتا كل شيء له أساس شيء وبأساس بلاي دكسي هذا ماشاء الله يفرون الماء تحفيد كمركر الله باللابن بعد كمرة شيء الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى بانك جمع حدنا وهذا وتعال علمي شرعي إسلام كوكب بنيسي هاي إلا برتوار شيء واجب السنة معه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهل هو واجب واجب كاسماء واجب عين أم سوى واجب كفاية وواجب عين شخص والبالغ رجالا كان أو نساء انت على صعبة حتى قبل عيالك أما أولادك الحمد لله رب العالمين حمده يوافي نعمه يكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أولاً أنا نفتي ذي تينا حصد الدار من عبس الله سبحانه وتعالى المركز اللي وضعنا هذا الكائنان علماء
فدي أوي نمسي تشره لما ذكلي من كهال الله يوحى كليهن مد حكوا سابسنا تايم درس ده منا حكوا سابسنا تايم مجال دهنا مدهم درس ده علماء مدهم كل علماء سه واحد دوين وسير دمن مالها هذا الخوض من تأكيدني وحبارش هذا الرسم جوا مدهن أتكو شرتان وي نبي عليه الصلاة والسلام حديث حوله صحيحة من لم يشكر الناس لم يشكر الله من كان مخلوق وكل شكر إلهكم وشكرني وحنو مهد علني علماء ذا ماشان إسكاله وأوه الرئيه شخ فارح إلهي دم بقي سحاد عفو يمتك والدين تي سبق خير كان إن بضم بكسه وشقيي إن بضم بكو تاما هي أرنتاني إن السيدان يسي كسي في عن نقطنا ورجيني إناه وحادوكتهين مراكيز كبه مدارة كو تالو فربضان ومركو هرهال كان حرمتها بس أهيد أساسيات كان بس أهيد حدنا مدارة أفرت الجيس ملكة ملكة مدى وحكو ليهن مركز مركة أستاذكو حنكو بورين لها مدى بس أنا ذكر لينا مالكة على طوء ونكسان ومقالة آدي آد أقوب بحانتة باشراء دعوة خير كلي وآد وضوه أذيق إيو رقا كلي صاحي بدا أبا إنا أرنتها سكاشا غيسان آد باريدن كبوريني سيفا مارتي علمه وفافه انتشاركو نسيداسو كوي بانكرا علمه دا مركة وحالة أين نغضى المعداء علم تلابه وقدب إنو نغضى الربع مركة انتن بولادان إيا أغار كاني إيا نينكي كالو ونسيكا لأوي ماذا وقاديكو سوقع طوال لغي أبا إنو ماشا إماذا لكن ما لبادر وحاجر تيابه باهن يهسدان إن لهير قليه وباهن تهي إن شاء الله أنا إيا شايخ إيا دامان تانضبا إنا هير قل نوانس كده إنا هدي لهيدن انت وانت هاسي انت كلا توحان ربع وحير او كلمتين او كساب سن مقالة دينا انا كسو قبق قبي ان حكساب سن تهي مقالة ده ان قفانا هنا خير الله هاسي مركة كوبات قاد بان اوم هاد علين هيا هو ايو قفك مسلم كا هادي لغانا بتقول عرب كيسة يأدن كيسة قفك ويقفك مسلم كا شرع ونكوت المامي النبي عرب كيسان ونكوت المامي إنه هي أهل خير المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قفك مسلم كا ومكو نبي تعريفيني وحود هاي وقفك اللي قرنا بتقوله عرب كيسة يأدن كيسة وحان لها يقف أنها مركو هرساء انت أبو على قرنا بتقوله انت كلا وحادر وحيالها مجرد وكاقبته فإذا وحكم ده يعني سوكو بكرين إنه جديدكي dabaatay baan lagu qabay oo hagaajiyay qaybna shaqada laga baway qaybna shaqada ku socoto si wanaagsan oo qiimo badan bu hadda intii hadda laba sano ka yareed u joogay oo magaalada wax badan oo qabtay soo mugdi oo kalaabad ogeeyeen markasta way si gubanaysay dabaato badan ba ka jirtay oo ka shaqeeyay meel hadda booyuhu maraan oo baabuurtu biyaha isoo gali karaan oo hadda magaalada dabka ka cilay hanu ma soo celiye yu ka sameeyay isbitaalka waad aragteen wuxuu ka sameeyay ragii ayay ku asay ku horeeyay shan sano joogay waxa dad muuqda oo bulshadii ka wada dhaxeeya ay qabteen ma jirin aan marka qofka bilaadanka wuxuu u leeyahay xaq ah in la ogolaado waa shay waajib ah haddii inkirtana waxaad tahay xaasad marka waraaqaha faraha badan uu qabtay baan ugu mahadcelinay gafanaha magaalada ama bara saabka gobolka waxa lahayd horay usoo ilaahay dambigaada ha dhaaf wixii kale oo la taban hayo oo ay ka tahay biyaha magaalada magaalada waxaa laga cawdaa biyo la'aan fara badan waxaan ka codsan lahaa inuu biyaha si fiican magaalada uu cadaalad inta u sameeyo iyo dadka asaga ka hooseeya ee shaqaalaha tuu dib ugu laabto inuu biyahaasi magaalada si fiican ay u cabto biyuhu wax weeye waa nolosha bini'aadamka weeye lagama maarmo marka meelo badan waxa jirta magaalada Biyalaan ay ka jirto marka waxaan codsan lahayn gafarahanaga inuu arintaasi si qiimo badan oo waraagsan inuu inta beebka magaalada uga shaqeeyo magaalada markuu ka tagayo bari waa waqti kursigiisa wax weeyaan waa marba imaada bari markuu ka tago magaalada iyada oo manbuu ka tagay si aan loo dhihin waraaga uu sameeyay inuu hadana is sii raacsado oo midan ku boorinayo iyadana barakaatu كلماتك الله ينوب أنفعه إن شاء الله تعالى وحن هروس يسعون الناسان حفلتنا كلها بيستر لها وحين وصوها رأي إن شاء الله تعالى والد عضل سين دونه الله ربئنا هذا الآن
والدين تمانتو آد بأفرح سيهين وحال روا فرحات دو مانتي إني عدكو دو كبوكتان وحا كسو بحي كبر قدن اللياب مانتو أونا نقو دن أندقها نكو دو مغلنو إني مهر مقاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد وما سنتهم ولا ليال السلام عليكم أرديدي المعلمين تلمانتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماركو الرئيس وحمومة هذا لنا يا معلمين تي مركز نور اليقين أيانو ما حد علني مركو رئيسة سيد أي أقصى صارنج علمه أو مانت أي جوان قرن جبنتي سيد حاد مركا وحن الله هو مهاسنتين بقول كي وبقول أيان مهاسنتين سيد عدفتين كنور صو صارتين أنت أي إنك بلغنا وإذا إنك رجينا إن شاء الله دو إلى يلا مركا وحن الله هاي الله هاي والدينتي هي أرضيدي لما أنتو أنت كسوق يبقى شيء حفلة دان قيمة بلان نور كبلان إفتين كبلان وما حسنتين لما أنت كذب وحن سلام يا معلمينتي هي علماء كسوق يبقى شيء والدينتي iyo miidiyaha dhamaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta kadib meeshan iftiin baa hadda ka bilaawday oo horan noo soo bilaawday inuu hor noogu sii socdan aan ka rajaynayna marka waxaan leeyahay macallimiintu waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad ayaad u mahadsantihiin sidaan is ka fiican أيان إذا كنا جايننا إن شاء الله أنا كان عن إذا كنا جرب تاعنا هاي مركا ما أنت هاد ميل أن تاعنا هاي ماشى ميل كسي سرقيسة وكسي قيمة بلان هاي العلم والنور والعلم والنور جهل اللي جنوا مجدي نور با يا سو سارتين نور كي إنه سي سيادة أو مشرق المغرب وجاره أيان دونينا وصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي سبحانه وتعالى وحان ويدي سنين معلمين تاس معلم محمد علي يا معلم كأنك لا قارئ إلهي سبحانه وتعالى دين تودا يا نفتوضا يا مالكوضا الله بركي إلهي سبحانه وتعالى معلمين تاوالو اللي باني
ardaydan qiimaha badan ee quraanka kariimka nagu raaxaybay soo saareen kuwi ardaydooda ay miro dhalan ilaahay subxaanahu wa ta'ala allah ka dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'ala macallimiinta waxaan u weydiinaynaa xifdi iyo ammaan carabkooda inaysan bir iyo boog aysan goynin adduunsan iyo aakharasan baan ilaahay subxaanahu wa ta'ala u weydiinaynaa diintooda iyo qur-aankooda iyo cilmigooda ay ardayda bareen tii lagu sii intifaaco islaamka sii gaadho allah ka dhigo allaha noo barakeeyo allaha noo barakeeyo allaha noo xifdiyo mudiirka mucallim faarax iyo mashaa'ikhda kale sheekh cabdulqaadir sheekh sahal dhammaan culimada barayaasha ah macallin cabdulaahi ee markaskan in badan la soo daala dhacaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda iyo kii waalidkood iyo kii mashaa'ikhdoodii kii mucallimiintood dhammaan la dhaafo cilmiga naafica ee maanta lasoo bandhigay ee ardayda ay ku liibaaneen in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayna inuu mashriqi maqrib uu gaaro dembi dhaaf iyo maqfira allah ka siiyo waa culimmadii hadaayi aan soo qaadanaynay qaabkay wax ku wadi jireen waana rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan ay dadka bareen in lagu sii liibaane ilaahay subxaanahu wa tacaala xawaa'ijtooda mid adduunye iyo mid aakhiro dhammaan allah u gudo ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى وحنا وحق دون الشهادو إن كان قيمين دون أردان لونجيري دون أنت أرتد إن شاء الله تعالى كلمة أيانسينا إن شيخ إن شيخ سهل إن شاء الله تعالى ومديرك داخلك قدها معتك إن شاء الله تعالى فليتفضل شيخ سهل أولا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد تحية فالحمد لله إلهي بما هذا السكالة نقصه كل مين وكان كان شرف كالة وحالي يرى هذا أنا أهرى اللهم هذا البهرى الله الله وحي وعدي يواناءها أما بندقها كل وانا رسيي كلي وحاويا أنا أنكو بغنو أنكو عمل فلنو انت هم بهرتي مركة laba qodob baan rabaa inaan dhaho waalidka xaggiisa ku saabsan waalidku waan u mahadcelinayaa marka koowaad ka soo qaybgalayaasha ay ka soo qaybgaleen iyo sidan ay u soo ka soo qaybgalayaasha ay ka soo qaybgaleen waan uga mahadcelinaynaa iyo xuduurkan iyo sidan wanaagsan ay u soo camireen aada bay u mahadsan yihiin sidoo kale culimaaudiinka waan u mahadcelinaynaa iyagana bada saxaafadda dhammaan cid kasta oo meeshan fadhido magaca ay ku fadhidi mustawaha ay leedahay ugu mahadcelinaynaa waxaa weeyaan waalidow ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a ilaahay waa midka idinka soo saaray caloosha hooyooyinkiin idinkuon waxba garanaynin ilmaha quruxda badan ayd arkayseen ee maanta ama qur-aan ha soo bandhigaan ama ha soo bandhigaan culumta kale diinta ha soo bandhigaan iyagoo waxba dhalanaynin iyagoo waxba garanaynin bay adduunka imaadeen maantana saasaa laga dhigay waafajinta ilaahay uu waafajiyey iyo kaalmadiisa kadib juhdi ay ku bixiyeen macallimiintaas bay halkaa ku soo gaadheen qur-aanka madax meel ka sarraysa oo la taabta ma lahaa la yidhi waa meesha u sarraysa raggii juhdi uu ku bixiyey ee ardadaas wax ka dhigay ilaahay ka sakow ee habeenay dhaarba u soo jooday wa kuwaas waxaa weeyaan hadda lagu acmaasha ay soo qabteen lagu abaalmariyey oo shahaada sharaf la guddoonsiiyey wey shahaada sharafkaa la guddoonsiiyey waa inta u sahlaneed ama u yareed oo annaga aan samayn karna wey annaga waan gudana waajibaadkeenni haddii maamulka aan nahay waajibaadkeenni waan gudana maxaa dhiman tiinni baa dhiman waalidka toodi baa dhiman macallimiintaas haddii ilaah yidhaaho iyo culimmadaas juhdi baa bixiyey wixii xuquuqo idinku lahaayeen abaalmarin eh waxaa anigu ka low dhaan ma dhahayo ama maal ku abaalmariya ama gabdho ku abaalmariya waxaa ku abaalmarinaysiin idinkaa garanaya single bay iska wadiyiin macallimiinta marka haddii ilaah yidhaha macallimiintaas annaga wakaas waxaa weye waxay nagu lahaayeen waan marinne waalidku labu iskugu jiraa oo dumarkii iyo raggii sidan oo kale markii laiskugu dhawaaqo dumarku unbaa imaan raggii macnaha inta badan ma soo xaadira goobaha waxbarashada dumarku sidooda waxaa la yidhaha haweenku
ونصف المجتمع بل قفت الدمر كه نصف المجتمع مجتمعا بالشدة نصف الويالي وسيكون نقد فهي تلد وتربي نصف الآخر بل وإذا ليس نسكي كلنا أيضا هذا بربارين مر هدي إذا ليسوا نسكي كلنا هذا أيضا بربارين ليسوا أنا إن لوت المام نصف المجتمع قدر ويو أنت تاسير هذا أبي ويو أنت تا وعكروا لي رها فساد الرجل ظلم وفساد المرأة فتنة هدي قدر أما جرية هو يفي عن عنق تربيين يسوا أيضا جرين ويدي ويسكفسها سنة وحاول وفتنة أرنتاس والفتنة أشد من القتل بر هدي جرية فتنة دحفر ستنا ما شاء الله جمسوا جيو أولاد في عنين يكسر بحان وحاكروا ليرا قفت الدمر كه وعقل وحاليرا وقلب العالم المرأة قلب العالم عالم كقلب يسوي قفك ابن آدم كه مطارك لها سيدي سبا أما أكد انتو أما أكن نولاد وقلبي سنة قوت المام عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد waxaan rabaa inaan la wadaago waalidiinta sharafta leh nin aad agteena qaali u ah oo liyaahdo Meja Cabaale oo qaybahan abaaraha Garissa County iyo wadanka si guud inay taan filahay u weyn ayaa xafladan inuu imaalo balantayeen mashquul dirti buu leeyman waaye hadda intaan furnayso waayo wuxuu yiri oo intaan xafladana furnay hore een haliiso duceeyeen hadda ka horne markaan guriyaha dhiseynay oo wili qaybta masquulaha qayb balan buu ka qaatin u dhiso lacag 100 kun uu ku bixiyay meesha ayada markaan jooheeda dhiseynay inuu imaado farxadana la wadaagu rabay ninka waa cudur daartay waana halka masuulka hadda anaga hadana reenur iyo qeyn iyo dad kale way jiraan yaani aad u qiimo badan weeye inta inaan inaan wadaagaan rabay ninkaas waxaan leenahay guul baan u rajaynayaa insha Allah taala
مركا إنه يمادنا إن شاء الله ورجينينا مركا الله عافيه مع محمد شيخ قيل الله عافيني واردين تكمل حنو سنباليرة إلهي عافيه مركا إن شاء الله تعالى حفلة ديني هالكاس سينو كحرينا عشر هذا إن شاء الله تعالى بريت السيدة ضي أبي الله ونايان لكن ما أنت وفسح أول ما أنت عررت وفسح الله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا